14 شهرا منذ آخر جلسة عقدها البرلمان، ما الذي قدمه نواب الشعب لناخبيهم منذ ذلك الحين؟ هل توقف عمل البرلمان ورئيسه على برقية التهنئة والتضامن وبيانات العزاء؟ أهلا بكم. حين انعقاد آخر جلسة للبرلمان في 13 من أبريل من العام الماضي، تم الحديث على أن البرلمان سيتجه لقضاء إجازة رمضان من ذلك العام، ليبدو الحديث وكأن أعماله ستستمر بعد انقضائه. ومنذ ذلك الحين إلى اليوم مر عام بل وأكثر ولم يعقد البرلمان جلسة واحدة. وإذا ما عدنا لأبرز ما قام به المجتمعون في تلك الجلسة، فقد انتخبوا هيئة رئاسية للبرلمان، وحصل سلطان البركاني على منصب رئيس المجلس. يقول مراقبون إن رئيس المجلس سلطان البركاني لم يفتأ مذ ذاك على استخدام منصبه هذا لتبني مواقف تتصادم مع إرادة الطيف الواسع من اليمنيين، بل مع مواقف رسمية للشرعية اليمنية، خصوصا فيما يتعلق بالموقف من دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها باليمن. وخلال ذلك هناك من يتساءل، ما الذي يمكن لبرلمان توفي الكثير من أعضائه رحمهم الله أن يفعل، خصوصا أن الجهات التنفيذية للدولة الحكومة والرئاسة لم تستطع تقديم الكثير؟ هل يحمل البرلمان إذن في هذه الظروف الاستثنائية فوق قدره؟ ولماذا تصطدم مواقف رئيس هيئته مع مواقف مصيرية للشرعية؟ وهل باتت مؤسسات الدولة تابعة لقادتها لا لليمنيين الذين تمثلهم؟ تتصاعد التساؤلات عن دور مجلس النواب المجمد منذ انعقاد جلسته الأخيرة في سيئون قبل أكثر من عام. مؤخرا ظهرت وثيقة اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والمجلس الوطني لأبوظبي، وعلى الرغم من أن الاتفاقية تم توقيعها قبل أحداث أغسطس في عدن وضرب قوات الجيش من قبل الطيران الإماراتي، إلا أنها أعادت الانتقادات الموجهة للمجلس ورئيسه إلى الواجهة. بحسب البعض فإن مساعي رئيس البرلمان سلطان البركاني للحصول على قبول أبوظبي كانت سبباً رئيسياً في تجميد عمل المجلس، وما هذه الاتفاقية إلا جزءاً من مشكلة أكبر تؤكد أن الشرعية أصبحت مظلة لمشاريع مختلفة يجمعها كلها العداء من الشعب وحقه في استعادة دولته. مجلس النواب الذي تجاوز صلاحيته الافتراضية ويعيش على التسويات السياسية منذ سنوات طويلة، مثل انعقاده قبل عام بارقة أمل في إعادة ضبط الحالة السياسية اليمنية، إلا أن ما حدث كان إضافة مشروع آخر لمشاريع الصراع على رأس البلاد. عندما كانت الإمارات تقصف قوات الجيش وتتهمه بالإرهاب، كان رئيس المجلس سلطان البركاني يعرقل صدور موقف لإدانة هذا السلوك من قبل مؤسسة يفترض أنها تمثل الشعب اليمني. رئيس مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم إصدار هذه البيانات. كيف جزء من العمل؟ يا أخي إحنا لدينا، شوف إحنا إذا ظلينا كل رئيس مجلس النواب رئيس يعني رئيسي في الهيئة وتم اختياره بالتوافق وزميلي وصاحبي، لكن والله لو هو أخي وأنا خرج الشناوية من صلب رجل واحد، هذا في قضايا وطنية لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن السكوت عنها ولا يمكن الصبر. في قضايا وطنية لابد ما يكون لنا، ما مصلحتنا أننا نجامل بعض الدول على حساب مصلحة الشعب اليمني، ما مصلحتنا. يقول البعض أن حال مجلس النواب ما هو إلا حال مجموع مؤسسات الشرعية، وبقاء الشرعية على هذه الحال لن يخلف وراءه إلا بلدا ممزقا ومنزوع القدرة على إدارة ذاته وكيانه وقراراته الوطنية. ومع ذلك تستمر الشرعية وكأنها أصبحت مجرد مظلة لكل المشاريع التي تنبت على جثة البلاد. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الاستوديو محمد المقبلي أمين عام مجلس شباب الثورة. أرحب بك إذن سيد المقبلي. لو بدأنا معك بسؤال الحلقة، أين اختفى البرلمان؟ هل تلاحظ أعمال البرلمان خلال هذه الفترة؟ أهلا وسهلا وجي. في حقيقة الأمر لابد للدخول من إشكالية الدولة اليمنية بصيغة الشرعية للحديث عن البرلمان، وبالبداية على وجه التحديد المدخل الأساسي الذي من خلاله تشكل أداء
مؤسسة الدولة وطبيعة مرجعيتها السياسية والدستورية وكثير من التفاصيل منذ المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية جاءت لتجعل البرلمان مرجعيته العليا ليس الأغلبية إنما التوافق ثم رئيس الجمهورية. وبالتالي عندما غاب القرار الحاسم الذي يراعي بشكل واضح وصريح طبيعة ما تمر بها الدولة اليمنية وطبيعة المصير اليمني، البرلمان على وجه التحديد تم إغفال دوره كمؤسسة دستورية منذ اللحظة التي أريد له أن يكون بهذا الشكل لأسباب كثيرة، من بينها لا يراد أن يكون لك مؤسسة دستورية حقيقية قادرة على أن تقول كلمة فيما يتعلق بالمصير اليمني. وبالتالي أيضا تم شل حركة البرلمان وغياب تفعيله بشكل أساسي وفاعل، وخصوصا أن مرجعية العليا أصبحت الرئاسة وفق المبادرة الخليجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، للأسف الشديد أن البرلمان عندما أريد تفعيله لم يراد إلا تفعيله ولكن في الاتجاه الذي لا يجعله مؤسسة دستورية فاعلة قادرة على أن تواكب الأحداث، وأقصد ذلك تقصد في سيئون قبل أكثر من عام. بينما تم كل ما كان من مخرجات تلك الجلسة هو الخروج برئيس برلمان. الدور الملموس الذي وجدناه هو العلاقات الشخصية والتقاط الصور التذكارية والتأكيد على دعم وحدة الصين كما جاء في البيان الأخير، في الوقت الذي تشهد فيه وحدة البلاد تهديد وتمويل حقيقي من قبل دولة مارقة يقودها محمد بن زايد. في أكثر من يعني أنت أشرت إلى يعني البرلمان كان في تلك الجلسة عدد يعني هناك بعض الأجندة التي نوقشت، تم الحديث على أن سيكون هناك اجتماع أو يعني سيستأنف البرلمان جلساته، سيذهب البرلمان إلى قضاء إجازة رمضان وعيد الفطر. كان التلميح يبدو أن البرلمان سيستأنف الجلسات بعد ذلك، إلى الآن لم يستأنف البرلمان جلساته، لماذا؟ الممول المخرج أراد هذا الأمر. المخرج الذي رفع لافتة استعادة الدولة اليمنية هو السبب الرئيسي في جعل مؤسسات الدولة اليمنية الدستورية والتنفيذية وحتى العسكرية تعمل بهذا الشكل المتنافر، ما يسمى إدارة الدولة على طريقة الجزر المعزولة المتنافرة الغير قائمة على التكامل، لسبب رئيسي. نحن نعرف من الذي أصر وحشد ودعم وفعل عندما أراد البرلمان أن يجتمع، وتم اجتماع البرلمان أيضا قبل عقد جلسته في سيئون مع أعلى هيئة داخل النظام السعودي، ولكن كان لغرض في نفسه يعقوب. وأتمنى أن يكون الأمر مقتصر على أن يظل البرلمان خامل فقط. أنا أرى أن البرلمان يراد له من خلال رئاسته الجديدة التي يبدو أنها ليست على قدر جيد من الحساسية تجاه القضايا اليمنية تجاه المسيرة اليمنية، يراد لها أن تكون غطاء لما سيحدث في المستقبل، وهو أخطر من ما يمكن أن يكون مقتصر فقط على تحويل البرلمان إلى كتلة خاملة لا حراك لها سوى تلك الصورة التذكارية التي يلتقطها رئيس البرلمان هنا وهناك. طيب يعني إذا ما أعدنا الحديث أو وضعنا بالاعتبار الحديث على المبادرة الخليجية وما حدث يعني وفقا لها للبرلمان كما أشرت أنت أو قدمت قبل قليل، وإلى ما يمكن للبرلمان أن يعمله إذا ما اجتمع الآن، هل يمكن أن يحدث فارقة؟ أنا في وفق تقديري الشخصي أن البرلمان ممكن أن يحدث فارقا في حالة واحدة، إذا حصل التكامل بين المؤسسات. يعني ونقصد بذلك يعني نحن لدينا ما يمكن أن نسميها بمثلث. هذا المثلث هو المتعلق بالمصير اليمني في هذه المرحلة، وجميع هذا المثلث يقوده الرئيس عبد ربه منصور هادي. حكومة، المؤسسة البرلمانية يعتبر مؤسسة تشريعية، اللي الحكومة مؤسسة تنفيذية، البرلمان مؤسسة تشريعية، المؤسسة العسكرية. هذه المؤسسات الثلاث متعلقة بالمصير اليمني في هذه المرحلة. هذا المثلث لا يمكن أبدا أن يكون ذو فاعلية إلا إذا كان مدير هذا المثلث مؤسسة الرئاسة متمثلة بالرئيس هادي ومستشاري على قدر جيد من الإحساس بما تمر بها اليمن، وعلى قدر جيد من التهديد الوجودي الذي يهدد اليمن، سواء الإمامة الهاشمية في الشمال أو مشاريع التقسيم في الجنوب الممولة
من النظام المارق الذي يقوده محمد بن زايد. ما لم يكون هنالك عقل رئاسي يفعل هذه المؤسسات بشكل كبير جدا وسيكون لها دور حاسم ومهم، وبالذات البرلمان عندما يخاطب جهات دولية، عندما يخاطب برلمانات عربية، عندما يخاطب برلمانات عالمية، عندما يبعث برسالة يعني لها علاقة بما تعيشه اليمن من تهديد وجودي، عندما حتى يتخذ قرار معين يتعلق بالعبث الإماراتي الموجود في الجنوب. يعني لماذا؟ لأن البرلمان فيما يتعلق بميليشيا الحوثي ومواجهة الانقلاب يبدو أن كثير من أعضاء لهم موقف حاسم. التردد هنا فيما يتعلق بطبيعة الموقف تجاه تمويل وتقسيم البلد من قبل الدول أصلا قامت على وحدة غير متينة، وقامت على عقيدة وحدة، يعني تجمعت من مجموعة من الإمارات ومع ذلك تعمل على عملية تمويل وتقسيم اليمن. لكن ما حصل قبل سنة أمر يعني يثير للسخرية ويثير في نفس الوقت للاستخفاف، ما عرف بجمعية الصداقة بين مجلس الوطني الإماراتي والبرلمان، وسميت صداقة برلمانية. يعني حسسني سلطان البركاني أن المجلس الوطني الإماراتي المجلس الوطني لباريس. ما الثقافة البرلمانية الذي ستكون في مجلس يتم تعيينه تعيين؟ سنعود إلى هذه النقطة، لكن دعنا قبل ذلك نشك معنا في الحوار عضو مجلس النواب سيد جعمل طعيمان الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد طعيمان. إذن دعنا بداية نبدأ من ما الجديد في موضوع انعقاد مجلس النواب؟ هل نسي هذا الأمر بشكل تام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مجلس النواب لم يدعى إلى انعقاد من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى حد الآن، ولا زلنا منتظرين الدعوة إلى أي مكان يريد أن ينعقد المجلس فيه. وإلى الآن لم ينعقد بعد شيء، ولم يدعى أعضاء مجلس النواب إلى الانعقاد أبدا إلى هذه اللحظة. فما لا يمكن أن يكون له دوره في الشتات. يعني مجلس النواب منتظر لتحرك من السلطة التشريعية في البلاد، ينتظر الآن تحرك من السلطة التنفيذية للقيام بدوره. لا، لأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية في أي مكان انعقاد، لابد من قرار من رئيس الجمهورية، هكذا الدستور حدد أنه لابد دعوة المجلس انعقاد في أي مكان من الأرض اليمنية. في حال إذا كانت الأوضاع استثنائية ولم يتم العمل من مقر المجلس في صنعاء، لكن هناك جلسة كانت قد حدثت ودعا لها رئيس الجمهورية في سيئون من أبريل من العام الماضي، وكان الحديث آنذاك على أن المجلس سيذهب الآن لقضاء إجازة رمضان والعيد، وكان الأمر يفهم منه على أنه ستستمر الأعمال بعد هذه الإجازة، لكن عام وإلى الآن ليس هناك أي تحرك. كان الاجتماع في سيئون من أجل انتخاب هيئة رئاسة المجلس بدعوة من رئيس الجمهورية طبعا، لكن لم يدعو إلى لأنه كان الأمل أن كان المجلس ينعقد في عدن، لكن لم يتاح الفرصة، طردت الحكومة من عدن ولم يبقى مجال أمام مجلس النواب إلا أن يدعو الرئيس إلى انعقاد في أي مكان آخر غير عدن، فلم يدعو إلى الآن. هل ترون أن في الأمر مشكلة؟ من وجهة نظركم ما هو السبب؟ السبب هو سبب عام، مش يعني سبب خاص بمجلس النواب، سبب حتى على الرئيس البقاء، الحكومة البقاء بالرياض. أصلا الحكومة لم تخرج إلى اليمن، الحكومة لم تعمل شيء حتى للعالقين من أبناء اليمن الذي بالخارج إلى حد الآن. ما ندري ما هو السبب على الجمهورية اليمنية، على مسؤولي الجمهورية اليمنية. نحن ننتقد هذا الأشياء مثل ما أنتم تنتقدوها، تأخير الحكومة أصلا من الخروج إلى وهي السلطة التنفيذية إلى ممارسة عملها على الأرض. لم تخرج الحكومة من الفنادق أبدا إلى الآن، ولا زلنا منتظرين الدعوة وخروج الحكومة إذا تيسر الأمر ذلك. تفضل بالبقاء معي سيد طعيمان. أعود إليك سيد المقبل محمد، كيف ترى الأمر؟ يعني كيف وجدت رد كلامه سيد طعيمان؟ كلامه صحيح من ناحية الأسس الدستورية أنه رئيس الجمهورية هو المعين، هو يعني عزز الكلام الذي أشرنا إليه سابقا أن تفعيل مؤسسات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية أو المؤسسة العسكرية، ونقصد بذلك المؤسسات المتعلقة بمصير البلد في هذا المرحلة مرتبطة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه.
ونقصد باستشاريه مسؤولي الأحزاب السياسية على وجه التحديد المعنيين الأول والأخير فيما يتعلق بمصير هذا البلد والمسؤول الأول أمام التاريخ. وبالتالي رئيس الجمهورية في حال أن قرر يدعو البرلمان لاجتماع سيكون الأمر متعلق بطبيعة فاعلية هذه المؤسسة، ولا أدري ما هي التخوفات، خصوصا أنه منذ المبادرة الخليجية مرجعية البرلمان هو التوافق وليس التصويت، ومرجعية العليا هو رئيس الجمهورية، وبالتالي هو أحد المؤسسات التي ستساعده فيما يتعلق باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بما يبث اليمن، وبالذات في المساحات التي لا زال فيها تردد فيما يتعلق بالتمويل الإماراتي لتقسيم اليمن. وتقدير الشخصي ما طرحه هو حقيقة الأمر حقيقي جدا، وإذا ما تفعل البرلمان هنا ستصبح الحكومة فاعلة، لأن الحكومة تسرح وتمرح، وخصوص لأنها غير مساءلة. من سيسائلها؟ من سيراجعها؟ إلى أين سترفع تقاريرها؟ في حال حصل مثلا قصور معين بالذات فيما يتعلق بالعالقين، لمن سيشتكي الناس طالما أن البرلمان معرقل ومعطل؟ وبالتالي لابد أن يكون هنالك أيضا، إذا ما تم تفعيل البرلمان لابد أن يكون مؤسسة السلطة التنفيذية على مقربة من البرلمان. بمعنى آخر، يجب إذا كان سيعقد البرلمان في سيئون يجب أن يكون مقر الحكومة في نفس المدينة الذي سيكون فيها البرلمان، من أجل أن يكون هنالك سهولة لمساءلة رئيس الحكومة أو أي من أحد وزراء تجاه قصور ما سيحدث. لكن يؤسفني أن أقول أن هذا البلد لا يعاني فقط من أزمة إنسانية على وجه التحديد، هنالك أزمة في رجال الدولة في هذا البلد، وبالذات في المرحلة المصيرة التي تعيشها اليمن في هذا الظرف. دعني أعود إلى سيد طعيمان. يعني سيد طعيمان، أنا الآن يعني قد يكون هناك خيبة أمل من قبل اليمنيين الذين يمثلهم هذا البرلمان في نهاية المطاف، إلى أنهم ينتظرون تحركا من الرئاسة السلطة التنفيذية في نهاية المطاف لأن يقوموا بدورهم. ما الذي يقوم به البرلمانيون الآن وهم يرون الوضع الذي يعيشه اليمنيون؟ هم يرون انتهاك السيادة في كثير من الأحيان، هم يرون الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه اليمنيون، هم يرون الأمراض التي تفتك باليمنيين أيضا. أخي العزيز، أنت تعرف أنه الفترة هذه الماضية كلها لم تكن هناك رقابة ولم تكن إقرار للميزانية في عدد من السنوات الماضية، ولا نعلم كم إيرادات الدولة أو كم مصروفات الدولة في جميع مناحي الحياة. لذا الناس الذي لا يريدوا أن ينعقد مجلس النواب هو من أجل الرقابة أكثر من غيره. لو كان في انعقاد مجلس النواب لابد أن يسأل على كل أبواب الموازنة ونفقات الحكومة ويعني استلام أعضاء الحكومة بالعملة الصعبة في الخارج. للمجلس كثير تساؤلات كثيرة من أمام هذا الحكومة وأمام ما يعانيه الشعب اليمني من الأزمة هذه، وخاصة جائحة كورونا وأيضا الحصار الذي على البلد من العالقين في جميع بلدان العالم. لم تقوم الحكومة بالواجب ما هو واجب عليها باستجلاب اليمنيين الذي عالقين في جميع الدول. وأمام البرلمان مهام كثيرة، لكن مدري غيب أو أراد لها أن يغيب هكذا. هل هو منقسم؟ نعم. هل البرلمان منقسم بداخله؟ لا لا لا، البرلمان ما أظن فيه انقسام أبدا، لا الانقسام الذي في صنعاء فقط. يعني طيب، المواقف التي تصدر عن رئاسة هيئة البرلمان هل تمثل البرلمان؟ البرلمانيين جميعهم؟ لا، البرلمان كل عضو هو يمثل الجمهورية اليمنية في الدستور هكذا، ولا بد من تصويت له. رئاسة المجلس تجري الأشياء البروتوكولات والأشياء الروتينية التي لا تحتاج إلى مصادقة أغلبية من البرلمان. شكرا لك إذن سيد جعبل طعيمان، عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك محمد، من النقطة الأخيرة ندخل إلى ربما أحد محاور الحلقة فيما يتعلق بالمواقف التي يصدرها رئيس مجلس النواب أو رئيس الهيئة الرئاسية لمجلس النواب. يقول يعني يوحي بأن يعني من الإجابة، كيف وجدت إجابة جعبل طعيمان حول هذه النقطة؟ دبلوماسية. يعني الدبلوماسية
رغم انه اشار لنقطه مهمه انه هنالك يعني اجراءات بروتوكوليه، وهو تحدث من خلفيه دستوريه وايضا اللائحه التي تحكم اداء مجلس النواب بشكل اساسي. يعني هنالك اجراءات بروتوكوليه، لكن فيما يتعلق بالاجراءات التي يتم من خلالها تحديد المواقف، هذه امر يحسمها البرلمان بالتصويت على وجه التحديد. لكن انا استغرب ايضا كيف مثلا على سبيل المثال، يعني دعنا نقطه، دوله تشتكي فيها السلطه الشرعيه ممثله بوزير الخارجيه من دوله مارقه ممثله بنظام ابن زايد، وبالمقابل رئيس البرلمان يتصرف كما لو انه جزيره معزوله عن مؤسسات الدوله في التطبيع مع دوله تهدد اهم مقومات النظام الجمهوري الذي بموجبه انتخب وبموجبه ادى القسم داخل البرلمان حول ركائز اساسيه، يعني من بينها النظام الجمهوري والوحده والحفاظ على دستور البلاد. لكن الا يمكن ان يكون هذا نوع من تبادل الادوار؟ لانه في نهايه المطاف الرئاسه يعني الى الان لم تتخذ موقف المطالب بخروج دولة الإمارات مثلا من التحالف. لكن التعبير الأساسي الذي يأتي من خلال وزير الخارجية هو يعبر عن 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 عن, عن مؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام، يعني فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية البرلمان والمؤسسات التنفيذية كلها ملزمة بما يصدر من الخارجية اليمنية، باعتبار الخارجية اليمنية هي تعبر عن السياسة الخارجية الجمهورية اليمنية الذي التعبير المؤسسي عنها مؤسسة الرئاسة بالمقام الأول. فالأمور هنا ليس لها علاقة مثلا نقول بتبادل الأدوار إذا قضايا مثلا هامشية، لا، الأمر يتعلق بشيء يهدد الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه المؤسسات الثلاث، يعني مؤسسة الرئاسة، الحكومة، البرلمان. هؤلاء لديهم ركائز أساسية، ركائز الدولة اليمنية، إذا تم تهديدها من قبل أي طرف مثلا بالديمقراطية، بالوحدة، بالجمهورية، وبالتالي هذه أصبحت مهددة، لأن على ضوءها منحت التعبير، سواء التعبير الشعبي الممثل في البرلمان أو التعبير المؤسسي الممثل بالحكومة وبمؤسسة الرئاسة. فالأمور هنا من وفق تقدير الشخصي. طيب بما تفسر، يعني إذا اتفقنا في جدلا في ذلك، بما تفسر هذه التصرفات وبقاء، يعني ليس هناك دعوة لعقد جلسة برلمانية أخرى، ليس هناك تحرك من قبل رئيس هذه إذا ما قلنا أنه القائم أو الممثل لطموحات اليمنيين، فيما يتعلق بالدعوة لانعقاد المجلس مرة أخرى مثلا، تصرف مع بيانات البركاني، كيف تفسر كل هذه الأمور؟ والله هذا الأمر هي تعد إشكالية ومعضلة أساسية للدولة اليمنية، وهذا الأمر كنا ناقشنا نحن في الحوار الوطني وحاولنا أن نضع له حد من خلال تشريعات جديدة تحد من هذا الأداء. هذا الأمر اللي هي المعضلة الأساسية هو إدارة الدولة اليمنية على طريقة الجزر المعزولة المتنافرة وغير المتكاملة. السبب الرئيسي للأمانة في هذه المرحلة هو مؤسسة الرئاسة، الرئيس ومستشاري. هذا الأداء الذي لا يتناسب مع المصير اليمني في هذا المرحلة من قبل المؤسسة التنفيذية ومن قبل المؤسسة التشريعية، السبب الرئيسي فيه هذا الترهل في مؤسسة الرئاسة من قبل الرئيس ومستشاري. لماذا؟ لو كان هنالك انضباط حقيقي في سياسات معتبرة تتعامل بصرامة وفق التحديات الوجودية التي تعيشها الدولة اليمنية في هذا الظرف الراهن من قبل الرئيس ومستشاري، سيكون أداء الحكومة مختلف وسيكون أداء البرلمان مختلف. لماذا؟ من الذي منح رئيس البرلمان رئاسة البرلمان؟ الأحزاب السياسية، الرئيس ومستشاري. ونحن عندما نقصد مؤسسة الرئاسة الرئيس ومستشاري، نحن نقصد بها خلاصة الحالة السياسية اليمنية. أكبر الأحزاب السياسية المساندة لشرعية في هذه المرحلة شخصيات تعبر عن مكونات اجتماعية وشخصيات أخرى، وبالتالي من منح رئيس الحكومة ومن أصدر القرار بتعيينه؟ هذا الأمر حصل توافق، رئيس البرلمان رئيس الحكومة نقصد المؤسسة التنفيذية الثانية. يعني أنا لكي أوضح إلى أن الخلل الرئيسي في هذه المرحلة المشكلة في الرأس، في الرئيس ومستشاره، في مؤسسة الرئاسة، بسبب غياب أداء حقيقي يتناسب مع المصير اليمني الذي يهدد الوجود اليمني في هذه المرحلة. لا نستغرب أبدا هذا الأداء المترهل من الحكومة التنفيذية ولا من المؤسسة التنفيذية ولا من المؤسسة التشريعية. لكن لو كان هنالك
رؤية حقيقية من قبل العقل الرئاسي، الرئيس ومستشاري مؤسسة الرئاسة، أعتقد سيكون الأمر مختلف تماما. هنا أي تجاوز ربما لا يتناسب مع طبيعة المعركة التي تخوضها اليمن تجاه مهددات النظام الجمهوري والديمقراطية في الشمال وتجاه مهددات الوحدة في الجنوب ومن يقف خلفها من أطراف خارجية، أنا أعتقد سيكون الأمر مختلف تماما. لكن طالما أن هذا العقل الرئيس ومستشاريه لا يزالوا يفكروا بتفكير خارج طبيعة ما يهدد المصير اليمني في هذه المرحلة، أتوقع تماما أن يكون هذا أداء مؤسسة رئاسة البرلمان على هذا النحو وأداء رئاسة الحكومة على هذا النحو. لكن دعني أفهم منك الآن، هل تقول أنت أن رئيس البرلمان عندما يصدر مثل هكذا تغريدات أو هكذا مواقف هو ينصدم أو يتصادم مع مؤسسة الرئاسة، أم أن هذه المؤسسة بطاقمها أبي الرئيس ومستشاري موافقون أو يغضون الطرف على هذه الممارسات أو هذه المواقف؟ لا يحسمون أمرهم، لا يحسمون أمرهم. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة، مؤسسة الرئاسة، جعلت الباب مفتوح، جعلت للأسف الشديد، دعني أقول لك بمنتهى الصراحة، جعلت رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لا يفكروا في المصير اليمني، المصير الدولة اليمنية التي تعيشها في هذه المرحلة، بقدر ما يفكروا في رضا، في إرضاء دول إقليمية بعينها يعتقدوا أنها كانت تقف خلف وراء تعيينهم. يعني سلطان البركاني يفكر كيف يرضي النظام السعودي والنظام الإماراتي أكثر من مصلحة اليمنيين وما يهدد الدولة اليمنية والوحدة اليمنية. معين عبد الملك كذلك يفكر في إرضاء، بمختصر يعني بمنتهى الوضوح، السفير الروسي أكثر ما يفكر في مؤسسة الرئاسة وما يهدد الوجود اليمني. تقصد السعودي؟ نعم نعم. أين الخلل؟ من الذي بيده البوصلة؟ من إذا افترضنا من حكم الساحة في هذا الملعب؟ الرئيس ومستشاريه. طالما أنهم يفكروا بهذه العقليات وبهذا التفكير الذي لا علاقة له بالتهديد الوجودي لليمن في الشمال وفي الجنوب، علينا أن ننتظر المزيد من المهازل فيما يتعلق بمصير الدولة اليمنية. علينا أن نتوقع أن يتلقى رؤساء المؤسسة التنفيذية والمؤسسات التشريعية توجيهاتهم من خارج الدولة اليمنية. لماذا؟ لأنهم يروا هذا العقل اللي مؤسسة الرئيس ومستشاريه من القوى السياسية التي ليست بحجم التحديات التي تعيشها اليمن ولا بحجم كفاح هذا الشعب اليمني العظيم. علينا أن نتوقع الكثير من المهازل، علينا أن نتوقع. طيب، أمام كل ذلك سيد المقبل، يعرف فيما يتعلق بمواقف النواب، يعني إذا كان الحال السلطة التنفيذية بهذا الشكل، حال حتى رئاسة هيئة المجلس بهذا الشكل، مجلس النواب، باعتبار أن هذه الحلقة مخصصة للحديث عن مجلس النواب، ما هو وضعهم؟ ما المطلوب منهم؟ النواب أيضا، دعنا نشرح تشريح سريع جدا. مجلس النواب، خلنا نقول البنية الجسمانية لهذا البرلمان، كتلة تابعة للمؤتمر الشعبي العام، كتلة تابعة للتجمع اليمني الإصلاح، كتلة تابعة للحزب الاشتراكي، أعتقد ثلاثة أعضاء التابعين للتنظيم الأحدوي الناصري، كتلة من المستقلين. تمام. هؤلاء جميعهم لديهم ممثلين داخل مؤسسة الرئاسة الإصلاح، الكتلة البرلمانية الإصلاح هي في الأخير تتبع هيئة ضمن هيئات حزب التجمع اليمني الإصلاح. تمام. الكتلة البرلمانية المؤتمر الشعبي العام المنضم إلى الشرعية تتبع من؟ مؤتمر الرئيس هادي والدكتور أحمد عبيد بن دغر. أحمد عبيد بن دغر الدكتور نسيت اسمه، وأيضا سلطان البركاني ربما. أيوة، سلطان البركاني، الدكتور رشاد العليم. هؤلاء كتلة الاشتراكي تتبع الاشتراكي، كتلة الناصري تتبع الناصري. هؤلاء جميعهم أين موجود رؤوسهم؟ يعني اللي هي الحزب الذي سيجعل كتلة البرلمانية تدفع، يعني تذهب باتجاه اتخاذ قرار معين لمصلحة الدولة اليمنية وضد التهديدات التي تهدد وجودها. هؤلاء أين رؤوسهم جميعا؟ مستشاري رئيس الجمهورية، مؤسسة الرئاسة. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن مؤسسة الرئاسة باعتبارها المسؤولة الأولى والأخير عن كل تغييب وتفعيل لهذه المؤسسات التي لا تقوم بدورها بما يتناسب مع طبيعة المصير اليمني، لن يستطيع البرلمان أن يتخذ
أي قرار حاسم ما لم يكن هنالك دافع سياسي. يعني نحن نتحدث الآن حتى عن خطوات فردية بمثل الاستقالة أو ما شابه، هذا لم نسمع عنه طوال هذه الفترة. ما أعتقدش أنا، يعني ربما يكون هنالك مثلا احتجاج معين، إصدار بيان. الاستقالة في هذا الظرف الراهن أنا أعتقد أنها يعني أمر يعني غير مجدي في هذا المرحلة على وجه التحديد. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون هنالك ضغط احتجاجي داخل هذه المؤسسات، وهؤلاء مثلا ممكن أن نعول على أن يكون هنالك صوت برلماني، مجموعة من البرلمانيين يكون لهم مثلا قرار حاسم يدفع بإصدار بيان معين له علاقة بتفعيل مؤسسات البرلمان وإعادة القرار الكارثي الذي تم اتخاذه في سوم. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار سيد المقبل السيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة الذي ينضم لنا عبر الهاتف. ورحب بك سيد العزعزي. بعد أكثر من عام على انعقاد مجلس النواب في سيئون 13 من أبريل، هل يمكن الحديث على أن الحالة السياسية اليمنية تجاوزت هذا المجلس الآن؟ إلى الآن لا أعتقد أن الحالة السياسية تستطيع أن تتجاوز البرلمان، ووجود البرلمان ضرورية جدا في هذه المرحلة، خصوصا أن البرلمان شكل لنا في عائق وعائقا كبير. إذ ظل الحوثيين مثلا هم من يحتكرون البرلمان، ظلوا يراسلون العالم باسم البرلمان، كان موقف البرلمان الدولي وأغلب الاتحادات الدولية مع الحوثي، وبالتالي كانت تضفي عليه برلمان الراعي وجماعته، كان يضفي على هذا الانقلاب نوعا من الصفة الشرعية، وهذا الذي أدى إلى أن يحتكر الحوثي بقاء البرلمان. هذا من جانب. وجود البرلمان مسألة مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. مرت ثلاث حكومات، من حكومة بحاح إلى حكومة الأخ بن دغر إلى حكومة معين عبد الملك. الحكومة الوحيدة ربما الذي أقر البرلمان لها برنامجا وموازنة هي حكومة معين عبد الملك. لكن مسألة أن يفعل البرلمان أو أن لا نفرق بين شيئين، ما طرحه الأخ المقبلي في البداية كان جيدا. المبادرة الخليجية عملت على تقويض البرلمان بحد ذاته إلى درجة أنها اعتبرته الحلقة الثالثة من السلطة ولم تعتبره سلطة تشريعية. قالوا ما يختلف فيه البرلمان يرفع إلى رئيس الوزراء ثم منه إلى رئاسة الجمهورية. سحبت الصلاحيات إلى رئاسة الجمهورية التي هي تمتلك كل الصلاحيات بموجب الدستور السابق الذي لا زال ساريا إلى اليوم، وأضافت لها صلاحيات أخرى فوق البرلمان. وعلينا أن نفرق ما بين الأعمال البروتوكولية للبرلمان والعمل الكامل للبرلمان. البرلمان لديه مجموعة من اللجان والهيئات ولا زالت تمارس عملها، لكن لا زالت هناك نسبة من البرلمانيين متواجدين في صنعاء، والبعض الآخر أيضا لم ينضم، لا زال يؤيد مسألة الانقلاب وهي به كارثة. لكن انتزاع البرلمان وهيئة رئاسته بحد ذاته انتصارا في المقابل. أن نطلب من البرلمان أكثر ما لم تتحرك الرئاسة نفسها وهي المظلة الأساسية وهي على سلطة البلد وبيدها المسائل بأكملها. فمثلا عندما عاد البرلمان إلى سيئون جرى قصفه ب13 طائرة مسيرة، أي أن العودة إلى الداخل أو ممارسة العمل من الداخل لا يمكن أن تعود ما لم يتم تأمين عاصمة وعاصمة بديلة. وما طرحه الأخ طعيمان من أن البرلمان يحتاج إلى دعوة، هذا دستوريا كلام منطقي وكلاما وفقا للدستور. وما طرحه الأخ محمد من أن المستشارين الذين هم بالأساس رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان هم مستشارين لرئاسة الجمهورية، وبالتالي التعطيل في أعلى سلطة، التعطيل في الرئاسة على المجلس، مجلس الدفاع الوطني أن يحدد مكانا آمنا لعودة المؤسستين التنفيذية ومن ثم التشريعية للداخل. هل يعفى البرلمان بذلك؟ يعني هل يعفى البرلمان وأعضاؤه من القيام بموقف يحرك المياه في الحالة السياسية الراكدة التي تبدو في اليمن؟
البرلمان لا يستطيع الآن سوى أن يجتمع إلكترونيا، لا يستطيع أن يجتمع لأنه لا يمتلك أرض. إذا كانت الحكومة لم تستطع البقاء في الداخل، وهي السلطة التنفيذية المعنية يوميا بأن تكون محتكة بالمواطنين ومتواجدة، فما بالك بالسلطة التشريعية التي لها دورين، دورا تشريعي ورقابي فقط لا غير. لكن المسألة الأساسية هنا هي أنها تأتي من بيده السلطة التنفيذية، حتى فيما يخص الاتفاقات والمعاهدات وأيضا الأشياء ما نسميها بالاتفاقيات أو المعاهدات أو أي من القرارات التي تربط الدولة، البرلمان يتقبلها من الحكومة، ومن ثم من حقه أن يقبلها أو يرفضها، لكن ليس هو من يقوم بهذه الاتفاقات أو البروتوكولات. هو مهمته أن يعطي لهذه الصبغة شرعية من عدم الشرعية، وبالتالي هنا الأمر علينا أن لا نخلط في مهام المؤسسات كمؤسسات، وأن لا نحمل أشخاصا بذاتهم، لأن المؤسسة التشريعية كتلة، ودائما رئاسة البرلمان هي هيئة رئاسة وليس شخص، وهيئة الرئاسة أيضا تتحول إلى مجاميع من اللجان. عمل البرلمان دائما في برلمانة العالم العمل الجماعي، وهذا ما كان يتعامل به البرلمان اليمني أيضا، وهذا الإشكال. فمثلا هذا البرلمان الذي عقد ليوم واحد تعرض لهجوم لأربعة أيام ب13 طائرة مسيرة، وهنا على مجلس الدفاع الوطني وعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يوفر مكانا آمنا ويحدد مكان اجتماعهم، وعلى التحالف الذي يدعم هؤلاء الذي ربما لا يريد هو البرلمان أساسا، لأن المسألة ربما تؤدي إلى تعقيد كبير لديه، وهذا التحالف نفسه عجز على أن يوفر مضادات، على الأقل يمتلك منظومات دفاعية، سواء منظومة دفاعية محددة. أما فيما يخص ما أثير حول لجنة الصداقة، فهذه أنا أيضا من ضمن المتابعين بحكم أنني محلل سياسي، أدرك تماما أن ما وقع عليه البرلمان وقع العام الماضي في شهر 9، وكانت رئيسة ما عرف بالمجلس الوطني الإماراتي امرأة تقريبا الدكتورة، لا أذكر اسمها بالضبط، ولكن هذا جزء من العمل البروتوكولي. هذه لجنة صداقة محددة مهامها في التنسيق، في تنسيق المواقف، في تبادل الخبرات البرلمانية فقط لا غير، تنسيق المواقف على طور الاجتماعات الدولية، أشبه بالعلاقات اللي تقوم بين النقابات، هي علاقة خاصة بين برلمان وبرلمان، وليست بين مؤسسة، أي أنها لا تلزم البرلمان اليمني باتفاقات تخص السيادة أو تخص غيرها. طيب دعني أنقل هذه النقطة سيد العزازي، دعني أنقل هذه النقطة للسيد محمد المقبلي هنا. ما أضيفه، هناك لجنة صداقة يمنية روسية عبر البدومة، هناك لجنة صداقة بين البرلمان اليمني والبرلمان الألماني، بين أغلب البرلمانات العربية والإسلامية، لكن أن البرلمان استطاع أن يحضر وأن يحجم من دور رئيسة ما يعرف بالاتحاد البرلماني الدولي التي كانت تقف بكل قوتها خلف يحيى الراعي والبرلمان الذي يدعم الحوثيين، وكانت متعاونة بشكل كبير مع إيران مع الأسف الشديد، وما حصل أيضا ما حصل في اجتماع أنطاليا في تركيا أو ما حصل في بلغراد كان فعلا قويا، ما طرحه رئيس البرلمان الأخ سلطان البركاني كان قويا في هذا اللقاء. طيب فيما يتعلق بتلك النقطة، فيما يتعلق باللقاء مع المجلس الوطني تقريبا الإماراتي، دعني أعود إلى السيد محمد المقبلي فيها، كان لديك تعقيب حول هذه النقطة. هي ملاحظة عبد الهادي في الصميم إنها مسألة بروتوكولية، لكن نحن ننظر إلى الأمر إلى أنه أبعد من ذلك، إلى أنه في اللحظة الذي هذا النظام المارق يهدد وجودك، في اللحظة الذي تحاول أن تقيم وشائج مع هذا النظام خارج مؤسسة الدولة التي أيضا سياستها الخارجية قائمة على التعامل مع هذه الدولة باعتبارها دولة تغذي ما يهدد الدولة اليمنية، وهذا البرلمان يعني لا يزال النفس التطبيعي مع هذه الدولة التي أيضا مست أمننا القومي ويعني ارتكبت عمل عدواني قائم على قصف الجيش اليمني السيادي للجمهورية اليمنية، وذهبت إلى ما هو أخطر من ذلك بوصفهم بالإرهابيين. هذا العمل يمثل ذروة العدوانية، بالمقابل لا يزال هنالك تطبيع، لا يزال هنالك نوع من أنواع بناء الوشائج الخاصة تمام، وتقديم الهدايا وتقديم العطايا وبناء علاقات بروتوكولية أخرى
ليست بحجم ما تمارسه هذه الدولة من عمل عدواني بحق اليمن وبحق الذات اليمني. دعني مثلا أقول لك شيء، ما شعور ابن أحد الضباط الذي قتلوا بقصف الطيران المقاتلات الإماراتية وهو يرى مثل هذه الأخبار؟ كيف سيكون شعوره إذا لم تكن أنت ممثل هذا الشعب، إذا لم تكن أنت أيضا قائم على فكرة التوازن ما بين مواقفك الشخصية وكسب ود الدول الثرية، وما بين أنك ممثل لمؤسسة تعبر عن المصير الشعبي الذي يتعرض لتهديد وجودي فيما يتعلق بركائزه الثلاثة: الجمهوري والديمقراطي والوحدة. دعني أعود إلى السيد عبد العزيزي في هذه النقطة، وفيما يخص أيضا الدور الأحزاب السياسية في يعني موقف البرلمان الحالي وعدم انعقاد جلساته مرة أخرى، هل ترى لها دور في ذلك؟ أعتقد أن الأحزاب لها دور والرئاسة لها دور بشكل أساسي. هذه المسألة يجب أن تحسم على وجه السرعة. نحن بحاجة البرلمان ليست في هذه القضية ولكن في قضايا كثيرة حتى في تقييد الحكومة. احتج فعلا وزير الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، ثم احتج الأخ الحضرمي وزير الخارجية الحالي، لكن هذا الاحتجاج لم يتجاوز مبدأ الاحتجاج. لا زال سفيرنا في أيضا في الإمارات، ولا زال الإمارات لها سفيرا لدينا، ولا زالت عضوا في التحالف. وبالتالي التحالف سبق أن سمعنا أن علاقات اليمن مع التحالف، كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا سابقا أنه لا يتم الحديث عن علاقة اليمن مع التحالف العربي إلا عبره وعبر وزير الخارجية السابق. أثناء ما كان خالد أثناء ما كان اليماني وزيرا للخارجية كان هناك قرارا بأن العلاقة الخارجية يجب أن لا تكون سوى عبر وزير الخارجية وعبر أيضا رئاسة الجمهورية. وبالتالي هذه المسألة يمكن أن يبدأ البرلمان بالتعامل مع هذه الأطراف عندما تحدد الحكومة أولا موقف، باعتبارها هي الراسمة للسياسات، هي الراسمة للسياسات، وهو هو مشرعا ورقابة ومقيد للسياسات هذه متى ما رسمت. لكن لا يمكن للبرلمان أن يحل بدلا عن الحكومة والرئاسة، هذه لا يمكن أن نسبقها. من حقه أن يحتاج داخليا وليس على العلن. ممكن أن يتقدم بمذكرة احتجاج إلى الحكومة، بمذكرة احتجاج إلى الرئاسة، لكن لا يمكن للبرلمان دستوريا أن يلغي دور الحكومة والرئاسة في ذات الوقت. أي أن البرلمان أمامه مهاما كبيرة، وهو لا زال يعاني أوضاعا صعبة إلى الآن، لا زال يعيد تشكيل لجانه الإرشيف، لا زال يعيد علاقاته مع البرلمانات الدولية، مع وضع الإقليم الذي نحن بأمس الحاجة إليه، بالذات فيما يخص التمثيل الدولي، الضغط على مجلس الأمن، استخدام البرلمانات لمزيد من الضغط، المؤسسات المختلفة، استدعاء من الاتحاد الآسيوي للبرلمانات، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي، البرلمان الاتحاد الأوروبي. أي أننا بحاجة إلى تفعيل هذا المجلس على أعلى مستوى، على الضغط بكل قوة لاستكمال أعضاء البرلمان الذين لا زالوا تحت حالة الاعتقال في صنعاء، هم والراعي وغيرهم. يجب أن ينهى هذا البرلمان الشكلي القائم تحت سيطرة الميليشيات بحيث يصبح لهذا البرلمان مدى. أنا أدرك أهمية أن يعود البرلمان للداخل، يمكن أن يساهم في مسألة إنهاء الانقلاب، في مسألة إنهاء الانقسام، لكنه يحتاج مكانا آمنا، خصوصا أن الخمس السنوات جعلت ذراع الحوثي مع الأسف الشديد طويلة فيما يخص الصواريخ والطائرات، وهذا برلمان لمجامع مدنية وليست عسكرية في الأصل. شكرا لك. وهذه مسألة كبيرة، هي مرتبطة بمجلس الدفاع الوطني الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته، وأيضا مجلس المستشارين. مجلس المستشارين أشبه بالنعامة يغص رأسه في الرمل، وبالتالي يحمل بقية المؤسسات، هو جزء من آلية التعطيل بحسب المبادرة الخليجية القائمة، بالذات عندما ألغى اللائحة الداخلية للمجلس وحول المسألة إلى التوافق. شكرا لك إذن سيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف. بعودة أخيرة إليك سيد المقبري، هل يمكن يعني وفقا لكل ما ذكرناه خلال هذه الحلقة تعويل على دور مقبل للبرلمان خلال الفترة القادمة؟ تفعيل مؤسسة الدولة، تفعيل البرلمان، تفعيل أداء الحكومة، تفعيل معركة التحرير بشكل كامل مرتهنة بمعادلة دائما أكررها، يجب أن تتغير هذه المعادلة. المعادلة المتمثلة لدينا قضية شامخة وقيادات هزيلة، لدينا قضية شامخة وقيادات هزيلة. إذا تغيرت هذه المعادلة سيتغير كل شيء. إذا لم
تتغير هذه المعادلة لن يتغير شيء. شكرا لك سيد محمد المقبل أمين عام مجلس شباب الثورة، كنت معنا في هذا الحلقة من المسالمة. شكرا وجيه. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.